أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الأئمة يلقي في اليوم 17 من رمضان كلمة عن غزوة بدر العظمى أو يخطب خطبة جمعة عنها، فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا من باب التذكير للناس وشكر نعمة الله عز وجل. أما إذا كان هذا يعتقده من باب الاحتفال وأن هذا سنة، كان يعتقد أن هذا سنة وأنه من باب الاحتفال، هذا لا يجوز الاحتفال بهذه المناسبة. نعم.